كابتن محمد العياري بعثنا يمثل فريق لوحده اللي قاعد يعمله مع الفتح ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. مراد باتنا انا نعرفه من اللي كان في النادي الفتح، هذيك خصاله تقريبا اللعبه نتاعو على اليمين باش يحط على ساقه اليسار، قوي ممتاز جدا في قراءه اللعب، ممتاز جدا في الواحد ضد واحد، خاصه اذا مشى لك واحد ضد واحد وفتح الزاويه، يعرف وين يحط الكوره، يعرف وقتاش يسدد، ويعرف وقتاش يرفع، ويعرف وقتاش يعمل التمريره. هذا الشيء الممتاز فيه، اللاعب لما يكون طرف خاصه يعرف الحاجات هذيا تخليه على المستوى الهجومي يكون مقلق للمدافعين ويخافوا منه حتى على المستوى المحاصره. شوف هنا التمريره كيفاش تكون في ظهر، هو عمل طلب ويعاد الطلب في ظهر المدافعين، وصلت له الكره، ومن بعد هذيك قوه باتنا وقت اللي يصير واحد ضد واحد ويحط على ساقه اليسار ويتعامل معاه بالكيفيه اللازم. حسن، باتنا من اللعيبه اللي احنا مبسوطين انه يكون في الدوري السعودي، لاعب فرق كثير مع الفتح في المباريات، وكان من اللعيبه الممتعين وشهدنا فيه كثير في استديوهات كثيره ابو الوليد. احنا محظوظين انه موجود باتنا عندنا في الفتح، صراحه من اللعيبه الكبار. كل الاظهر اللي مروا عليه شخبطهم يعني خلى احد والله بصراحه يا ابو الوليد لاعب من طينه اللعيبه الكبار، يعني حتى ستايله وشكله ريفالدو، نفس الجريه نفس اللي عرفت. باتنا هو المتنفس الحقيقي لفريق الفتح. في شيء غريب في الفتح، معلومات رصدها فريق الاعداد، فهو اكثر فريق سجل على مرماه في الدوري هذا الموسم، واكثر فريق استقبل في ملعبه، سجل في ملعبه واستقبل في ملعب الفتح.